بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي ماذا؟ المسائل الأربع. وإذا أردنا أن نلخص المسائل الأربع نلخصها في سورة العصر. وقلنا أن ابن القيم رحمه الله تعالى على ما يأتي معنا إن شاء الله تعالى في نهاية الأصول الثلاثة أن أنواع الجهاد أربع، منها أول شيء، بل أول ما يكون من الجهاد جهاد النفس. وجهاد النفس يكون بسورة العصر: علم، ثم عمل، ثم دعوة، ثم صبر. نعم، غير ماذا أخذنا؟ نعم، أرفع صوتك ما أسمع. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالبسملة، لماذا؟ اقتدام بالكتاب العزيز، بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، اقتدام بعلماء السلف، تأمنا تبركا بدأ بسم الله، عملا بحديث كان لا يصح. نعم، دعا المؤلف رحمه الله تعالى للطالب والقارئ في الأصول الثلاثة في ثلاث مواضع، وهذا دليل على أن المؤلف رحمه الله تعالى يرغب أن كل خير يلحق بالطالب. أقسام الصبر أخذنا: أولا، صبر على طاعة الله حتى تؤدى، حتى تجتنب، وصبر على أقدار الله، القدر نازل بك لا محالة. غيره؟ نعم. شروط الدعوة: الإخلاص، علم الشرعي، معرفة حال المدعو، الحكمة، والصبر. وغيره؟ نعم نعم نعم. وقلنا أن المؤلف رحمه الله تعالى، يعني هذه من طريقة المؤلف في التصنيف، أنه يذكر مسائل حتى تضبط وتحفظ، وهذا في الأصل مأخوذ من النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يذكر المسألة مقرونة بالعدد حتى تضبط. نعم نعم. الذي يتعلم ولا يعمل فقد شابه اليهود، يعرفون كما يعرفون أبنائهم، والذي يعمل بلا علم في شبه بالنصارى. نعم. ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وليس لنا أن نقسم إلا بالله. نعم نعم، هذا من أحسن ما يكون، أنه ما يذكر مسألة إلا مقرونة بالدليل. من يقرأ لنا درس جديد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة وأدلتها: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. الأولى: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة: أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم
أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. قال المصنف رحمه الله: اعلم رحمك الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. على ما قسمنا في الأصول الثلاثة ذكرنا أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر القسم الأول المسائل الأربع، والقسم الثاني هذا بإذن الله درس اليوم المسائل الثلاثة. وقلنا لا بد أن نفرق بين الأصول الثلاثة والمسائل الثلاثة. الأصول الثلاثة أسئلة القبر، والمسائل الثلاثة إذا أردنا أن نلخصها نلخصها على ما يلي. نقول أن المسألة الأولى فيها إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية وبالأسماء والصفات، المسألة الثانية إفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية، المسألة الثالثة البراءة من الشرك وأهله. قبل هذا نعرف التوحيد. التوحيد لغة مصدر وحد الشيء إذا جعله واحدا، ودائما لا نهتم إلى التعريف اللغوية بل نهتم إلى التعريف الشرعية، لأن الله سبحانه وتعالى تعبدنا بالشرع. التوحيد شرعا إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إذن هذا معناه أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. توحيد الربوبية مجرد تقول توحيد قل هو إفراد. توحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، أو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير. توحيد الألوهية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة أو بأفعال العباد. توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بإثبات ما أثبت لنفسه ونفي ما نفى عن نفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. نحن طلاب، والطالب لابد قلنا يرجع إلى العلماء الربانيين، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليل. فلابد أن الطالب يحفظ التعاريف التي اعتمدها العلماء. إذا مثلا قيل لك ما تعريف الطاغوت، تقول تعريف الطاغوت على ما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى: ما تجاوز بالعبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. تذكر التعريف كما ذكر ابن القيم ولا تغير فيه حرف حتى تتمكن في العلم، وبعد هذا اصنع ما شئت. لكن الآن لابد أن تأتي بالتعاريف التي جاء بها علماء السلف. إذن عرفنا التوحيد لغة وشرعا، وعرفنا أنواع التوحيد الثلاثة، وقلنا أن توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا دليل أن الأسماء والصفات توقفية، توقف فيها على ما ورد في الكتاب والسنة ولتجاوز القرآن والحديث كما ذكر هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وذلك بإثبات. إذن لابد نثبت كل ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بإثبات ما أثبت لنفسه ونفي ما نفى عن نفسه. وأهل السنة والجماعة في الصفات المنفية ينفون عن الله سبحانه وتعالى كما نفى عن نفسه وكما نفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، مع إثبات كمال الضد، لأن النفي المحض ليس بكمال، وذلك بإثبات ما أثبت نفسه ونفي ما نفى عن نفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ذكرنا هذا التعريف. لو جاءنا طالب وقال لا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه، نقول لا خطأ، وسوف يأتي معنا لماذا يعني ذكرنا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولم نقل تشبيه. طيب، نعم. قال رحمه الله: اعلم رحمك الله. اعلم رحمك الله، وقلنا هذا الموضع الثاني في الأصول الثلاثة من المواضع التي دعا فيها المؤلف رحمه الله تعالى للطالب، وهذا دليل أن المؤلف رحمه الله تعالى يرغب أن كل خير يلحق بالطالب. نعم. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث. على كل مسلم ومسلمة، يعني هذا لا يلزم فقط الرجال دون النساء. نعم. أنه يجب على كل مسلم ومسلمة
تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. وعلى ما تقدم، علم ثم عمل ثم دعوة ثم صبر. نعم، يصبر أولا على العلم، وثانيا العمل، وثالثا على الدعوة. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. أن الله خلقنا أي أنه سبحانه وتعالى هو الخالق والرازق والمحيي والمميت والمدبر. وإذا كان هو الخالق إذن هو المستحق للعبادة، وهذا كثير في القرآن على ما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، أن الله سبحانه وتعالى يحتج على الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أقروا بتوحيد الربوبية، وكان يلزم هذا الإقرار بتوحيد الألوهية، أن الله خلقنا، فإذا كان هو الخالق فهو المستحق للعبادة، ورزقنا ولم يتركنا هملا معطلين لا أوامر ولا نواهي، بل أرسل إلينا رسولا محمد عليه الصلاة والسلام، وقامت علينا الحجة بإرسال الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم، قال أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة. من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، ومن عصاه فقد أبى، ومن أبى نسأل الله السلام العافية دخل النار. نعم، قال والدليل، قلنا هذه من عادة المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يذكر مسألة إلا مقرونة بالدليل حتى تتعلم الاتباع وتستطيع بإذن الله تستنبط الأحكام من أدلتها على أسس السليمة وكيفية الرد على المخالف. نعم، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم محمد عليه الصلاة والسلام كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فقامت الحجة على فرعون بإرسال موسى عليه الصلاة والسلام. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول أي موسى عليه الصلاة والسلام فأخذناه أي بعد قيام الحجة عليه أخذا وبيلا أي شديدا. نعم، لأن الله سبحانه وتعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن لو أردنا أن نلخص هذه المسألة نقول هذه المسألة فيها إفراد الله سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. نعم، قال رحمه الله الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد، وأحد هنا نكرة تعم كل أحد، نبي أو ولي أو جني أو صالح أو ملك أو غيره، كائنا من كان كائنا من كان، وهذا فيه إفراد الله سبحانه وتعالى بتوحيد الألوهية أو توحيد العبودية. كائن من كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. نعم، والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فلا تدعوا مع الله أحدا، وأحد نكرة عم كل أحد. وأن المساجد، ما معنى المساجد؟ قال إما وأن المساجد أي هذه المساجد المبنية، بنيت هذه المساجد حتى يعبد فيها النبي عليه الصلاة والسلام، الملائكة، الصالحين، الأولياء، الجن، لا، فلا تدعوا مع الله أحدا كائنا من كان. أو وأن المساجد، النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فالأرض أي مكان تسجد فيه فقد اتخذت مسجد. أو وأن المساجد أي أعضاء السجود، من خلقها؟ خلق الله سبحانه وتعالى، إذن لا يمكن أن تصرف بالسجود لغير الله سبحانه وتعالى. إذن المساجد فيها ثلاثة أقوال، المساجد المبنية أو المساجد أعضاء السجود أو المساجد الأرض، ويصح الجميع. فلا تدعوا مع الله أحدا، وقلنا أحدا نكرة تعم كل أحد، نبي أو ولي أو جني أو صالح أو ملك أو غيره. وقلنا هذه المسألة إذا أردنا أن نلخصها نقول إفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية أو العبودية، وأن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد، وأن الكفار الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام أقروا بتوحيد الربوبية، وحصلت بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام الخصومة في هذا التوحيد، في توحيد الألوهية،
مع أنهم كان عندهم شيء من العبادة لله، لكن قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام حتى تكون العبادة كلها لله، ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. نعم. قال رحمه الله: الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. هذه المسألة، المسألة الثالثة، فيها البراءة من الشرك وأهله. المؤمن يحب في الله حب كامل، والكافر لا بد أن يبغض في الله سبحانه وتعالى. والفاسق المسلم الفاسق صلى الله عليه وسلم عافية، يحب بما فيه من إيمان ويبغض بما فيه من معصية وفسق. طيب، كيف تكون البراءة من الشرك وأهله؟ قال: تكون البراءة من الشرك وأهله بالقلب واللسان والجوارح. بالقلب لا بد أن يبغض الكفار وعيادهم واحتفالاتهم وطقوسهم والشركيات والبدع. باللسان يعلن هذا ويصرح بلسانه: إنني براء مما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم. بالجوارح لا يشارك الكفار في أعيادهم واحتفالاتهم وطقوسهم، ولا يلبس لباسهم، ولا يعني ينظر إليهم نظر إعجاب وغيره، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام وخليل وكسر الأصنام بيده وأثنى الله سبحانه وتعالى عليه، وبعد هذا يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال: يا رب اجعل عباد الأصنام في جانب وأنا في جانب آخر. يقول: ما أريد أن أراهم فضلا أن أشاركهم في عيادهم واحتفالاتهم وطقوسهم وألبس لباسهم وغيره. إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: إذا رأيت الكافر أغمضت عيني مخافة أن أرى عدو الله. يقول: ما أريد أن أراه، لأن هذا عدو لمن؟ لله. ولا بد أن نفرق بين باب الدعوة وبين باب النظر والإعجاب بهم والاقتراب بهم ومخالطتهم على ذلك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تتراءى نارهما، يعني نار المسلم ونار الكافر. فإذا أوقد الكافر نار، يعني كان له مكان يجلس فيه، فلا بد أن تبتعد حتى لا ترى نار الكافر. وهذه من تحقيق البراءة من الشرك وأهله. ولذلك قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واجنبني. واجنبني يعني هذا أبلغ في البعد عن هؤلاء، يعني اجعلهم في جانب وأنا في جانب آخر، لا أريد أن أراهم. قالت الهرة قولا جامعا كل المعاني: أشتهي ألا أرى القردة ولا القردة يراني. هذا عدو لله سبحانه وتعالى، فكيف يكون يعني حال بعض من يعني ينتسب إلى الإسلام أنه يتفرج على الأفلام الغربية أو المصارعة الحرة أو ما أو يعني كأس العالم وغيره؟ فلا يمكن تحقيق البراءة من الشرك وأهله إلا بهذه الأمور الثلاثة: قلب ولسان وجوارح. نعم. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فإذا أردت أن تكون من حزب الله ومن المفلحين ومن الذين رضي الله سبحانه وتعالى عنهم، وهذه الآية في إثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى وجه الله به، وأهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى رضا حقيقي على قدرة عظمته لا يماثل رضا المخلوق، يثبتون الرضا ويثبتون مقتضى الرضا. فلا بد أن يكون ولاءك وبراءك لله سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ماذا خلنا؟ نعم. لا بد أن نفرق بين الأصول الثلاثة والمسائل الثلاثة. قلنا الأصول الثلاثة باختصار أسئلة القبر، والمسائل الثلاثة باختصار المسألة الأولى
توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، يعني إثبات لابد أن نثبت لله الربوبية والأسماء والصفات. والمسألة الثانية إفراد الله سبحانه وتعالى بتوحيد الألوهية أو بالعباد. المسألة الثالثة البراءة من الشرك وأهله. نعم، تعريف التوحيد، أخذنا تعريف التوحيد لغة وشرعا وتعريف أنواع التوحيد الثلاثة، وقلنا لابد أن نرجع في التعريف إلى التعريف التي ذكرها لنا العلماء ولا نغير منها شيء الآن، وإذا تمكنت من العلم اصنع ما شئت. نعم، وأن المساجد، قلنا المساجد إما أعضاء السجود أو هذه المساجد المبنية، أو قول النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والصحيح الجميع. نعم، البراءة من الشرك وأهل تكون بالقلب واللسان والجانب. بالقلب أن لابد أن يبغض الكفار وعيادهم واحتفالاتهم وطقوسهم، ويعلن هذا باللسان أنني براء مما تعبدون ولا يشاركهم في عيادهم واحتفالاتهم وطقوسهم. نعم، تقسيم التوحيد أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، والله أعلم.